مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو باذن الله تعالى كيفيه ربط اي كمبيوتر في الشبكه بالدومين في ويندوز سيرفر 2019. ده شرحناه حضراتكم سابقا في درس 13 بس على ويندوز سيرفر 2016. طبعا شرحنا سابقا كيفية عمل دومين كنترولر دي سي 1 وادينا له اي بي 192.168.1.2 وعملنا اديشنال دومين كنترولر واعطينا له اي بي 3. والفيديو السابق شرحنا كيفية عمل ريد اونلي دومين كنترولر اللي هو دي سي 3 وادينا له اي بي 4. دلوقتي حضراتكم في موظف جديد جه الشركة ومعاه كمبيوتر، اللي الكمبيوتر ده عليه ويندوز 10 وعايز يربطه ايه بالدومين. طبعا لازم ندخل اولا على الدومين كنترولر، هنكتب كلمة السر. بعد ما شغلنا السيرفر دي سي 1 هندخل على الكمبيوتر، يوزر اسمه جمال، هنكتب كلمة السر الخاصة بيه. لاحظ حضراتكم شكل الديسكتوب الخاصة بجهاز الكمبيوتر اللي احنا عايزين نربطه بالدومين. طب ايه السبب ان انا اربط هذا الكمبيوتر بالدومين؟ عشان حضراتكم يبقى التحكم ايه مركزي. لو عندي مثلا الاف الموظفين في الشركة مش معقول اي موظف يطلب اي حاجة على الكمبيوتر انتقل الى المكتب بتاعه. لا، عشان ابقى عايز التحكم ايه مركزي فلازم اربط هذا الكمبيوتر ايه بالدومين. طبعا لازم في بعض الاعدادات لازم نعملها عشان اربط هذا الكمبيوتر بالدومين. اولا هديله اي بي ادرس من على رمز الشبكه حضراتكم على التاسك بار، اعمل كليك يمين واختار اوبن نتورك انترنت سيتنجز واختار من هنا ايثرنت تشينج ادابتر سيتنجز، واجي على رمز الكارت الشبكه حضراتكم كليك يمين واختار بروبرتيز، بعد كده اختار انترنت بروتوكول فيرجن 4 بروبرتيز. وانا فعلا حضراتكم اديله اي بي 192.168.1.5. والدي ان اس حضراتكم اللي هو 192.168.1.2، ده السيرفر الخاص اللي هو الدومين كنترولر بتاع الشبكه. وممكن الارتنت دي ان اس سيرفر اخليه 192.168.1.3، ده رقم الاي بي ادرس الخاص بالاديشنال دومين كنترولر. وبرضه حضراتكم المفروض اضبط التاريخ والوقت الخاص بهذا الكمبيوتر، اكليك يمين على الساعة واقول adjust date and time واقول هنا date and time، اخلي set time automatic اخليها off وكده اقول له change، وهنا اظبط حضراتكم التاريخ ايه والوقت. والمفروض برضه اغير التايم زون اخليها ايجيبت او الريجون اخليها ايه ايجيبت. قبل ما ابدا خطوات ربط هذا الكمبيوتر بالدومين المفروض اعمل بينج عشان اتاكد ان هذا الكمبيوتر متصل بالسيرفر. في صندوق البحث اكتب سي ام دي واختار كوماند برومبت. هذه الخطوه بنعملها في كل مره حضراتكم، اكتب بينج 192.168.1.2. تلاحظ حضراتكم ان عمل لي ريبلاي، يبقى كده تمام الشبكه واصله زي الفل. بعد ما اتاكدنا ان الشبكه تمام وعملنا الاعدادات المطلوبه في الكمبيوتر ده ابتدي اعمل حضراتكم خطوات ازاي اربطه بالدومين. عشان اربط هذا الكمبيوتر بالدومين اعمل كليك يمين على الاس بي سي واختار بروبرتيز، من هذه النافذه اعمل كليك على ادفانسد سيستم سيتنجز، هتظهر نافذه اختار كمبيوتر نيم. طبعا حضراتكم انا غيرت اسم الكمبيوتر نيم سميته بي سي 1، تلاحظوا هو الان عضو في الورك جروب. طب انا عايز اربطه بالدومين، من هذه النافذه اضغط على تشينج، تلاحظوا ان الكمبيوتر ممبر اوف ورك جروب، ممبر اوف ورك جروب، فانا عايز اعمله ممبر اوف دومين. فاجي احدد الدومين حضراتكم هنا واكتب اسم الدومين ندى.com وكده اضغط اوكي. هيطلب مني طبعا كلمه السر، اكتب اليوزر نيم علي علامه الاد ندى.com وكده اكتب الباسورد وكده اقول له اوكي. اداني رساله ويلكم تو ذا ندى.com دومين، يبقى كده تمام زي الفل، اقول له اوكي. هيطلب مننا نعمل ريستارت، يو ماست ريستارت يور كمبيوتر تو ابلاي ذيس تشينج، اقول له اوكي كلوز ريستارت ناو.
بعد ما عمل ريستارت حضراتكم ابتدي ادخل باليوزر نيم والباسورد. تلاحظوا هنا اليوزر اسمه جمال، لو كتبت كلمه السر الخاصه بيه هيدخل لي على هذا الكمبيوتر لوكالي، لكن انا عاوز ادخل على ايه؟ على الدومين. ادخل على ايه؟ على الدومين، اقول له اذر يوزر، واجي اكتب هنا حضراتكم الي اسم اليوزر الادمنستريتور الخاص بالدومين، واكتب الباسورد، وهنا ساين ان تو ندى لندى دوت كوم، اكتب الباسورد. لاحظ حضراتكم انه سطح المكتب اصبح شكلها ايه؟ مختلف. ده بعد ما ربطت هذا الكمبيوتر ايه؟ بالدومين. لو حبيت ازرع ايقونات زيس بي سي والكنترول بانر ريسايكل بين، اختار هنا بكليك يمين بيرسوناليز، اختار سيمز، ديسك توب ايكون سيتنجز، احدد كمبيوتر نتورك كنترول بانر، اوكي. لو عملت كليك يمين على زيس بي سي حضراتكم واخترت بروبرتيز، ادفانسد سيستم سيتنجز، كمبيوتر نيم، تلاحظوا حضراتكم الكمبيوتر دلوقتي اصبح في الدومين اسمه نادا دوت كوم، والفول كمبيوتر نيم bc1.nada.com. لو رحنا للسيرفر حضراتكم ومن قائمة tools اخترت هنا active directory users and computers، في الدومين اللي اسمه nada.com لو حددت كمبيوتر الاقي عندي هنا ظهر لي bc1، وبكده يبقى تم ربط هذا الكمبيوتر بالدومين. في الفيديو القادم ان شاء الله سنشرح كيفية عمل ريموت ديسكتوب، يعني التحكم عن بعد في السيرفر. يعني اكون قاعد في المكتب بتاع حضراتكم على الكمبيوتر الشخصي الخاص بيا وادخل على السيرفر عن بعد. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.